تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ما شاء الله.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ولا Bye.
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبغي الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير و
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل
صدق الله العظيم.